يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 24-15، الإسكندرية 23-14، مطروح 22-13، بورسعيد 23-18، والإسماعيلية 25-13. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 24 والصغرى 14 والجو معتدل. العريش 23-15، طابة 23-14، شرم الشيخ 28-18، والغردقة 27-17. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 28-12، أسوان 30-15، الوادي الجديد 28-10، شلاتين 28-21، وأخيرا حلايب 26-18. والآن نستعرض معكم مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.